إحياءً للذكرى الثانية السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، أقامت السفارة الإيرانية بدمشق اليوم حفلاً تأبينياً في مكتبة الأسد الوطنية. وخلال الحفل ألقت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية كلمة السيد الرئيس بشار الأسد، حيث أكد سيادته أن القائد سليماني ورفيقه الشهيد المهندس شكلا ظاهرة عسكرية وسياسية وثقافية وأخلاقية إسلامية وعربية. يشرفني أن أنقل لكم هنا كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في هذه الذكرى النبيلة. في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفيقه في الكفاح ضد الإرهاب والطغيان الدولي أبو مهدي المهندس، علينا وبعد الترحم على أرواح الشهيدين أن نتوقف ونتساءل، لماذا تقرر دولة بحجم الولايات المتحدة وقوتها العسكرية الضاربة أن تستهدف شخصاً يعتبر نفسه جندياً في هذا الصراع ضد الإرهاب؟ وجاء في كلمة الرئيس الأسد إن انتصار إرادة الأسرى الفلسطينيين على السجان الظالم واختراعهم نفق الحرية الذي حفروه بملعقة على مدى عام، وانتصار إرادة الأسرى الذين شنوا حرب الأمعاء الخاوية وأخرهم الأسير هشام أبو هواش، يؤكد على أن السجين أقوى من السجان حين يمتلك الإرادة والإيمان، فكيف بالمناضلين الأحرار المؤمنين بأحقية وأهمية المعركة التي يخوضونها ضد الهيمنة والاستعمار ومحاولات الإذلال لشعوبنا؟ من جانبه أكد السفير الإيراني بدمشق أن أمريكا أقدمت على اغتيال سليماني نظراً لدوره في إفشال المؤامرة على المنطقة، متوهمة أنه باستشهاده يمكنها الحد من السير في طريقه ونهجه الذي ما زال حياً في ضمائرنا. وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن حياة سليماني وتكريم لعائلات وأسر الشهداء.